حقهم يرفضوا ذهاب إلى طاولة حوار، هم يضعون أكثر من سبب. موضوع السلاح سبب من الأسباب، هذا يعني معلن عنه. وأيضا سبب آخر تمسك حزب الله وحركة أمان بترشيح الوزير سليمان فرنجية. حقهم، ما هن متمسكين بترشيح كانوا السيد جهاد الوزير جهاد، بس هن مستعدين انه يروحوا بلا اسماء الى طاوله حوار بحال تنازل حزب الله. لا، عن هذا صار هذا الكلام بدل ما نحكيه بالاعلام. هيدي الحجج اللي عندهم يفوتوا على الطاوله يحكوها، يفوتوا على الطاوله. من يمتلك الحجة والدليل والبرهان بيكون قوي. طب شو المشكلة عند حزب الله انه يذهب بلا اسماء الى طاولة حوار؟ ليه؟ قصدي وين يعني شو المشكله انه يكون عندي مرشح؟ انه عيب يكون عندي مرشح؟ لا مش عيب، بس انه اذا هذا الامر انا اؤمن بهذا العقل. المرشح انا اؤمن بهذا المرشح، خلينا نفوت بالحوار، شو ممكن يطلع معنا؟ نعم، ولكن اذا هذا الامر يسهل عقد طاوله الحوار ويمنع الحجه عن الطرف الاخر، لماذا لا يتنازل حزب الله في هذا الشق بالتحديد؟ لا، هذا خلاف المصداقيه في السياسه. خلاف المصداقيه في السياسه. أنا عندي مرشح، عندي حججة لألكن إياها، يمكن يقنعوني، يمكن أقنعهم. بتدل المسألة أفضل من أنه نحن نتراشق في الإعلام ونلقي التهم في الإعلام، ما منوصل لمطرح. وليس المطلوب، حان الوقت. أنا بقول لك بالسياسة اللبنانية، يعني دائما بكررها، نحن نعاني، بسميها أنا متلازمة التايتانيك. كتير منعلق على سطح السفينة ونغفل عن جبل الجليد في السفينة. بعدين قصة السلاح، ما السلاح انه اسه بدك تحل قضيه سلاح حزب الله يعني لتعمل رئيس، انه هذا عذر يعني هلا انه هذا عذر. بعدين عفوا قبل السلاح قال له قبل ان تجف تقتل البعوض جفف المستنقع. انه امبارح منين ضربت اسرائيل؟ من اي ارض ضربت اسرائيل؟ من اي مياه اقليميه ضربت اسرائيل؟ من الاراضي من اللبنانية. اي اجواء اقليميه حكوا فيها؟ حكوا فيها؟ مين بيحمينا؟ لكن هم يقولون يعني امبارح اول خبر طلع عن، ما اكيد شفت عن قناه الحدث، انه تم يعني استهداف شحنه سلاح. لمين؟ بغض النظر شو استهدفوا بسوريا، انه يعني منطق برره للاسرائيل لا اكيد لا شيء يبرر. خليني اقول في شاحنه سلاح جاي في سوريا. نعم. عفوا شوي، اول شيء دولته هذا نحن حلف نحن وياه، بدنا نفوت اللي بدنا اياه بسوريا مثلا، ابلان الدوله السوريه. مبرر للاسرائيلي يجي الى ارض عربيه يخرق سيادتنا ويضرب ارض عربيه ثانيه؟ انه ما سمعت ولا حدا منهم لها، ما فاقوا بالليل؟ لماذا برايك ليش هذا السكوت؟ بالليل ما انزعجوا من الصوت الاسرائيلي؟ ما ناذوا؟ ما ناذت اولادهم؟ ما نأذوا أولادهم الساعة 11:30 بالليل من الطيران الإسرائيلي؟ طب ليه برأيك جاي تلومني أنا مبسوط يعني موت؟ أنا مبسوط تدمر بيوتي مرة بعد مرة؟ أنا هاوي هذا الأمر؟ أنا هاوي أنه يروح لي كل هالعالم؟ هاوي هذا الأمر؟ بس أنا إذا ما دفعت عن نفسي مين بدافع عني؟ مسموح لجيشنا؟ ما قرأنا بصحيفة الأخبار أنه في جهة تقدم للجيش اللبناني $100 وعم تقدم له استمارات؟ ماذا غيرت في حياتك وماذا صنعت لك من سعادة $100 اللي بعطيك إياها؟ ما قرأنا مرة إحدى الدول الكبرى قدمت أربع دواليب عملوا عليها احتفال، أربع دواليب يعني عن جد مضحك مبكي. هي كرامتنا، هي سيادتنا. طب سبق لحزب الله وتحديدا أمين عام لحزب الله أن هدد إسرائيل بأنه بحال استباحت الأجواء اللبنانية سيكون هناك رد، وإسرائيل تستبيح يوميا الأجواء اللبنانية. لا. لماذا اليوم لا يعني ما عم نشوف رد واضح من المقاومة؟ يعني عم نسمع استنكارات، عم نسمع أيضا بيانات من الجيش اللبناني، بعض القوى السياسية تستنكر، القوى الأخرى تصمت ولا تتحدث ولا يعني تنسى أساسا، أو يمكن ما بدها تضوي على هذا الموضوع. ولكن لماذا اليوم لا يوجد إجراء جدي لرعب إسرائيل؟ لا، مرعوبة إسرائيل. شو مرعوبة؟ ما في يوم عم بتفوت. لا، انتبهي، عندما الطيران بيضرب من أجواء معينة هذا يقتضي يكون عندك دفاع جوي معين، هذا موضوع آخر. عرفت كيف؟ بس أنت اليوم الإسرائيلي مردوع، خلي يشيل الخيمة. إسرائيل كان إذا عطسنا بالثمانينات وبالسبعينات، إذا عطسنا بوجه لإسرائيل بتحتل بيروت. إذا عطسنا خلي خيمة محطوطة حدهم يجي يشيلوها. اليوم إسرائيل هوكشتاين بذاته أحد أهم مواضيعه كانت كيف يمكن أن نزيل الخيمة. شو هذا الموضوع حكي مع الرئيس بري؟ نعم. بالخلوة اللي صارت؟ نعم. إيه شو قال له؟ قال له الرئيس بري إنه شو ما أسرع عليكم الخيمة؟ قال له إهانة للجيش الإسرائيلي. هي بتسوى حياتهم، هي هذه عزة وكرامة تحصل بلبنان للمرة الأولى.
عم شو قال له الرئيس بري؟ بغض النظر شو قال له الرئيس بري، إذا قال عندك قال له طيب في عندك أراضي لبنانية مثل الماري مثل كذا، إنه ينسحبوا منها الإسرائيليين، وأنا بحكي مع حزب الله مشان الخيمة، مزارع شبع لبنانية أيضا اللي فيها الخيمة. نعم بس إنه شوفي لوين وصلنا بالعزة في هذا المجال، لعله هذا الجانب المضيء الحلو بلبنان. هذا أبرز ما أتى به هوكستين إلى لبنان؟ لا، هو طرح بعض المسائل الأخرى. مثل ماذا؟ حاول يدخل على بعض الخطوط في المسألة خط الغاز، لكن هي واحدة من المسائل حابب يقدم لإدارته أنه أنا قدرت حليت مشكلة معينة، لأنه الجنرالات الإسرائيليين والأصوات الإسرائيلية تستجدي الأمريكيين أنه أعملوا لكم شغلة تحفظنا ماء وجنا، يا أخي بدنا نشيل الخيمة، الخيمة زلتهم. فكتير مهم نوصل لهالمستوى من التأثير عليهم، لعله هذا الجانب المضيء في لبنان حقيقة. شوف الكرامة هون، تشعر بالعزة، تشعر بالكرامة، بينما بمشهد آخر بتشعر بمزلة، سفير بيتحكم عبر واتساب، سفير بيبعت تهديد عبر واتسابات، شوي انت بمطرح اخر في الجانب المضيء الذي لم ياتي من فراغ، اتى من عمليه تراكم في التضحيه من مختلف الفئات اللبنانيه، من مختلف التنظيمات اللبنانيه اللي امنت بفعل المقاومه، وان كان قد اصبحت في الطليعه حزب الله في هذا المجال، عملت شغله عظيمه جدا. اليوم الاسرائيلي كل قلقه كيف يزيل الخيمة؟ مش بس علما أنه الموضوع. عسكريا ما إلى تأثير. طيب. لكن هي فعل سيادة. فعل سيادة، فعل عزة. هذه فعل الخيمة قد تؤدي في مكان ما إلى حرب. أحد رؤساء الأركان الإسرائيليين السابقين قال من الغباء على إسرائيل إنه تعمل حرب كرمال خيمة. وليست مقصودة هي لتعمل الحرب. طيب اليوم عم بيحرك شو بموضوع مطار يحكى، يعني وزير الحرب الإسرائيلي يتحدث عن مدرج ومطار لإيران في جنوب لبنان، لإيران ما أو لحزب الله. هلا حزب الله عامل شيء تاني، ما عندي علم بصراحة، لم ما 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 بعرف في مطار. مثلك مثل ال احنا قرينا بالصحف انه هذا امر يعني بيعتبر. بعدين ما خصوا فينا الاصري حرين بنعمل بدنا شو قالوا على امانه. لا بس هذا له دلالات كبيره، اذا حزب الله عم يعمل مطار يعني حزب الله صار عنده سلاح جوي. هذا يجب ان يسال حزب الله بالمباشر والمسؤولين المعنيين. يعني بعرف وزير حزب الله البركي يكون عندك معلومات يعني عن هذا الموضوع. لا انا مثلك قرات بالاعلام وشفت الصور والهيئه مصوره عن جوجل وحلوه الصور، انا انبسطت يعني انبسطت انه ممكن يكون حزب الله عنده سلاح جو اليوم متطور. شو ما بيكون عنا نحن اللبنانيين، لازم كل لبناني ينبسط، كل شيء بغيظ إسرائيل وبخوفها لازم ننبسط اللبنانيين، وفي مشكلة إذا حدا بيتضايق.